شوف كده يا جماعه، سؤال نبدا بالحصه. الحصه كلها نار تمرين عامه، اليوم كله تمرين باذن الله. بيقول لك ان ايه؟ تدريب على اختبار صفحه 85. تدريب على اختبار يا جماعه، صاد 85 رقم 43 يا جماعه. بيقول لك ان ايه؟ اذا كان الحد الاول في مسيره هندسيه، الحد الاول بيساوي 5 وبعدين واساسها 2 اللي هو الار يا جماعه، طالما هي هندسيه يبقى ار. لو كان حسابيه الحد دي اساسها بيساوي 2. طيب ومجموعها الاس ان اديهولي اهو بيساوي كام؟ 1275. 1275. طب ايه المطلوب؟ اوجد عدد حدودها. كم عدد حدودها مع ان؟ ان بكام؟ نعمل ايه يا شباب؟ هنقول الفكره انها اشتغلت. ما هو الحل؟ قانون الاس ان. نحط قانون اس ان. طالما هو اداهولي قانون اس ان، نحط قانون اس ان يا جماعه. يلا اقول له اس ان بتساوي، يلا يا شرف كمل. واحد 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 ناقص ايه؟ واحد ناقص ان ار اس ان. ار اس ان على واحد. واحد ناقص. جميل جدا، اشيل كل حاجه احط مكانها كمان. بس يا جماعه الاس ان ب 1200. 1275 هتساوي واحد بخمسه، واحد ناقص الار باثنين، وان مطلوبه على واحد ناقص اثنين. لحد هنا يا جماعه في مشاكل؟ شلت بس كل كلمه حط مكانها قيمتها. كل بقت معادله اهي، معادله كلها مكون واحد اللي هو ال بس. ان الواحده اللي مقبوله يا شباب. طيب نعمل بعد كده؟ اختصر كده مع بعضه، اقسم كده على خمسه واقسم على خمسه. اديني كام؟ ده فيها واحد خلاص راحت. 12 على 5 فيها الاثنين وبقى 2، بقت 27 على 5 فيها 5 وبقى معانا 2 برضه 2 ايضا. يبقى 25 على 5 فيها ايه؟ 5 هتساوي. خلي بالك هنا يا جماعه ايه تحت؟ 1 ناقص 2 تحت، شايفينها؟ 1 ناقص 2 ادينا كام؟ سالب 1. سالب 1 تحت. خلي بالك عامل بس حركه عايزك تكون واخد بالك منها. اكني بضرب يا جماعه سالب 1، ممكن اشيل ده كله، اشيله خلاص وسالب هنا يا جماعه. حط هنا سالب، ماشي؟ اضرب كده سالب واحد في سالب واحد، ادينا سالب واحد زائد 2 اس ايه. عملت خلصت خطوه واحده بس. السالب اللي تحت يا جماعه ده ضربتها فوق اهي، نفسها فوق اهي. ضربت في سالب واحد مره وسالب 2 اس ان مره. دي بقت موجب يا جماعه. تروح الطرف الثاني باشاره ايه؟ تروح باشاره موجب. يبقى 2 اس ان بتساوي 256. اجيب الان ازاي يا شباب؟ اجيب الان ازاي؟ احلل الاس 56، احللها كده اهو، اقول له 256، او بالحسبه تجيب جذر الايه؟ الحلل، بس هي كده احسن. على الاثنين اهي معايا فيها ال 100 كام؟ 5 على 2 فيها ال 2 128، على 2 فيها كام يا جماعه؟ 4 وايه؟ معايا يلا يا شباب حلوا معايا. 32 على 2 16. 16 اشتغلت يا باشا، بس بعد كان مشكلتك كانت اضغط فوق ما اشتغلش. اكتب عادي، انت تستعمل جهاز تختار منه عشان عملت كده. ده غيرته وشلته بره ثاني. اي اشتغل الحمد لله. ما تسالناش يا باشا، ما تسالناش عن التذكره. على 2 يا جماعه فيها 8، على 2 فيها 4، على 4 على 2 فيها 2. كم اثنين يا جماعه عندي؟ كم اثنين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يا جماعه. يبقى ان بتساوي ايه؟ ان بتساوي 8. 8 8 يا جماعه ده رقم كام؟ رقم دي. طيب يا شباب سؤال مهارتك كده عليا يا شباب، مهارتك كده عليا. بقول لك هنا ايه؟ جايب لي مثلث يا جماعه، مثلث قائم الزاويه، قائم الزاويه في سي. دي قايمة يا جماعة اهي، وهنا ايه؟ هنا دي، وهنا ايه؟ بي. طيب لازم منه عمود طوله يا جماعة اتش، طوله اتش. المسافة ده اهي من ايه للدي اكس، والمسافة من دي لبي بواي. بقول لك هنا ايه يا شباب؟ إذا كان اتش متوسط هندسي بين اكس وواي. أنا جاي أقول لك سؤال ايه؟ ها؟ استعمل حركة ان اتش وسط هندسي بين اكس وواي يا شباب.
فأوجد اتش اس 4 بداية اكس وواي. نعمل ايه يا جماعة؟ عايز افكركم. الاتش يا جماعة ده متوسط هندسي بين منهم بين اكس وواي. يلا يا شباب اكتبها ازاي؟ استاذ يعني يكتمهم نفس الطول صح؟ يعني لو قلت لك كده الحد الاول اكس والحد الثالث واي، يبقى الثاني مين؟ اللي في النص وسط هندسي بينهم. الاتش الاتش عايز اجيب علاقه بين الاتش لوحدها بتساوي كام اكس واي، يعني كام اكس واي كعلاقه. نجيبها ازاي؟ موضوع بسيط. لو قسمنا اتش على اكس هيدينا ايه يا جماعه؟ واي على اتش هيدينا ايه؟ مش كل مره بدينا كل ما نقسم شيء على اتش يعطينا الثاني، بدينا نفس الثابته لا نفس العدد ثابت. هنا هيدينا ار وهنا هيدينا ار برضه صح؟ اكس على لا معلش للاسف اتش على اكس بار، كذلك واي على على مين؟ اتش بار برضه. اقسم الثاني على الاول بار ثابت، والثالث على الثالث نفس الثابت يا جماعه. طالما ار نفس ار يبقى الحد اليسار ده نفس الحد ده يا جماعه. اقول هنا ايه؟ اتش على اكس بتساوي واي على اتش. عاد اتش لحالها يا شباب اضرب ضرب ايه؟ تبادلي. يبقى اتش في اتش يبقى كام يا شباب؟ اتش تربيع بتساوي اكس واي. بس المطلوب عندي المطلوب عندي اتش اس 4. اتش اس 4 بتساوي كام؟ اقول له اكس مربع. ايوه بس السؤال ده يا جماعه يستهلكك في النهارده في عليا، ما هو صعب ولا شيء، بتطبق بس تطبيق بس مباشر مش اي مشاكل خالص. طب نرجع يا جماعه كده بقى لايه شغلنا الثاني. يلا تمارين يا جماعه، يلا تمارين. بقول لك هنا ايه؟ ناخد تمرين رقم واحد وبعدين نخش على تمرين رقم 12 اللي بينهم خدنا منه فكره امبارح. واحد الاب بيقول لك ايه يا شباب؟ اخترق فيروس حاسوبا فاتلف احد ملفاته، واذا كان ملفات التي يتلف فيروس تضاعف كل دقيقه. يعني ايه يا جماعه؟ اول دقيقه يا شباب اتلف ملف واحد بس، ثاني دقيقه يعني حسابي متتابعه متتابعه اثنين كل مره تضاعف. ضعف يعني يا جماعه اضرب كل مره يعني اضرب في اثنين في اثنين اثنين في اثنين باربعه، في اثنين يبقى كام؟ ثمانيه وهكذا وهكذا. طيب ايه السؤال اللي عندي؟ طالب مني ايه؟ بيقول لك هنا كما مجموع، عايز المجموع اللي هو اس ان الملفات التي تتلفها الفيروس بعد 15 دقيقه يا شباب. يعني ان بتساوي 15 الدقيقه 15 دقيقه يا جماعه هيكون اتلف كم ملف؟ عشان اجيب الاس ان محتاج ايه؟ محتاج الاي واحد ومحتاج الار ها محتاج الان صح؟ اقول لك اهو اس ان بتساوي ايه واحد واحد ناقص ار اس ان على واحد ناقص ار على واحد ناقص ار ناقص ار. طبق بس يا جماعه كده يلا طبق القانون. الاي واحد بكم؟ بواحد. واحد مش لازم يتكتب، اقول له هنا واحد ناقص واحد الار بكم يا جماعه؟ احنا جبنا الار باثنين، تقسم اربعه على اثنين باثنين، واحد ناقص اثنين اس كم؟ اس 15. ما ان ب 15 على واحد ناقص اثنين اللي هي سالب واحد. انا يا جماعه دي زي ما هي كده، عايز تعملها بنفسك هتاخد منك وقت كبير بالحسبه مباشره. اقول له ايه يا جماعه؟ اقول له واحد اهو افتح كسر واحد ناقص اثنين الاس يا جماعه اهو 15 تحت سالب كام؟ سالب واحد. طلع بايه يا جماعه؟ 32767 عدد كبير جدا اهو. 32767 ملف اتلفه الفيروس يا جماعه في كام دقيقه؟ في ربع ساعه بس. ماشي يا شباب واضحه دي؟ طب ناخد مثال زيه بس فكره مختلفه، مثال ثاني اهو بس فكره مختلفه يا جماعه. رقم 12 بيقول لك هنا ايه؟ نتيجه الامطار الغزيره صفحه ثانيه يا شباب ارتفع منسوب المياه في بركة في اليوم الأول 3 سم. إذا كان الزيادة في كل يوم ضعف اليوم السابق له يا شباب. يعني أول يوم ارتفعت البركة 3 سم. ثاني يوم اتضعفت، ضعف الثلاثة يبقى 6.
ثالث يوم الضعف في الستة تبقى كام؟ اتناشر. اليوم اللي بعده أربعة كام يا جماعة؟ 24 وهكذا. كل يوم يا جماعة إيه بالضاعف اللي قبله. طب برضو إيه السؤال؟ بقول لك هنا إيه؟ فكم سنتيمتر ارتفع منسوب المياه في البركة في اليوم الخامس؟ اليوم الخامس يا جماعة كام؟ كم يا شباب؟ نجيبها إزاي؟ اقسم 6 على 3 2 12 على 6 تضرب 24. كلامك صح بس ممكن اعمل حاجه. قلت يا شرف ايه؟ مستمعك يا شرف ثاني. 24 في 2 بس يا جماعه 48. الخامس جبناه اهو بسهوله جدا. لكن افرض هو كان قال لك عايز حاجه اكبر من كده تطبق في القانون عادي. لو عايز الخامس يا جماعه اتاكد بره اهو. الخامس هي 5 بتساوي ايه؟ طبق قانون الحد النوني اللي كان بيقول لك ان الـ A واحد. واحد F R أس N ناقص واحد. عايز الحد الخامس يا جماعة الأول بثلاثة يبقى ثلاثة مضروبة في R. R بكام؟ تقسم هدينا R اثنين. اثنين الحد الخامس يبقى N ناقص واحد خمسة ناقص واحد بأربعة. اثنين ناقص أربعة بكام؟ يبقى ثلاثة ضرب 16 ب 48. دي بالقانون يا شباب بالقانون. لكن هي مسألة جاية سهلة يعني عادي تنسبها عادي جدا يعني. أعتقد السؤال ده يجي في مستوى طالب في الابتدائي يحله برضه عادي بس بنظام إيه؟ بنظام الجداول والزيادة كل مرة يزود كل مرة كام؟ ماشي؟ طيب يا جماعة رقم كام بعد كده؟ رقم 13 بقول لك إيه؟ عايز أجيب بس كل الأفكار. أراجع على كل الأفكار. بقول لك هنا أوجد إيه إن أوجد الحد النوني يا جماعة بس هيديك إن خلي بالك. بحيث إيه؟ ركز كده معايا 13 بيقول لك الحد الاول بس 2400 وبعدين الار بربع ار بتساوي ربع وان بتساوي 7 وهو عايز مني الاي ان يبقى عايز الحد كام؟ عايز الحد كام يا شباب؟ اما ان ب 7 عايز الحد السابع صح كده؟ الحد السابع اطبق مباشر مره واحده مباشر يلا اقول له الاي ان بتساوي زي ما قلنا قبل كده اي واحد ار ار ناقص واحد. طيب يبقى الاي 7 حد 7 اللي هو عايزه هيساوي اي واحد اللي هو 2400 ار اللي هو ربع مضروبه في ار اللي هي ربع. بص كام يا شباب الحد السابع 7 ناقص 1 ب 6 6 اهي يا شباب برضه هنحطها في الحاسبه ونحلها مره واحده. أقول له كده يا شباب أقول له 2400 مضروبة خلاص ربع يا جماعة اعمل كسر كسر اهو مرحبا يا شباب تحت كام؟ 4 يا عبد السلام مسافة. بص كده يا شباب مروه قفل النار عند مين يا جماعة الصوت؟ ما أدري ايش صار سعد سعد مطهرات لا عبد السلام مش موجود. طب هيبان بقى هيبان دلوقتي اهو يا جماعه اتكلم المايك يا شباب بس المايك اللي مشغل يا جماعه المايك يقفل بالله عليكم يسمع على قد يبقى 75 على كام؟ على 128 يساوي اهو 75 على 128. طبعا يا جماعه دي لو هتحسبها هيجي لك رقم الى رقم بالعشري رقم اقل من واحد هيطلع لك تقريبا كده قول مثلا كام؟ 6 من 10 مثلا. الرجاء الانتباه من متابعينا الكرام. استاذ ونداء نداء نداء يا سعد سعد يا سعد سعد خلاص خلاص بترند منشنو مشاهير منشنو مشهور يا حبيبي قفل المايك المايك يا سعد يا برافو يا شباب قفل المايك هذا براء براء احلى مني برد على الملاشم دخيلكم يرحم موتاكم خلاص بكتاب تعبت والله تعبت تعبت من كتر ما برد على متابعين وعند سعد يا جماعة خلاص خلاص بيك يا سعد وصلا ما اقدر ارد والله طب امال عندي مين يا جماعة ده طيب كثير كثير بس ما عاد يا سلام براء احنا ملاشم
والله صار يمنعوني من التعليق، انا صرت احضر من التعليق. يا ودي يا ليتو فيديو كلام عشان نندمج معه. اي والله مش كده برضه. اي والله يعني سمعونا حاجه نفهمها يا اخوانا. طيب نرجع كمان مره يا جماعه، يلا يا جماعه نرجع لموضوعنا الثاني، نرجع لموضوعنا. يلا يا شباب قال لك كده مثلا يا جماعه، مثال ثاني، مثال قال لك ان ايه، بس شيء مختلف شويه. بقول لك ان اوجد صيغه للحد النوني، اوجد صيغه للحد النوني. طبعا ده يا جماعه سؤال منتهى السهوله. طب يقول لك مثلا ايه، ثلث و2 على 9 و4 على 27 الى ما لا نهايه. طلب مني يا شباب صيغه للحد النوني. طب مطلوب مني صيغه للحد النوني، عارف بجيب ايه يا شباب؟ بجيب الار الاساس والحد الاول، اهم شيء. الحد الاول عندك بكام هنا؟ الحد الاول معايا والاساس هون على 9 قسمه 1 على 3. ممتاز. يبقى الاساس يا جماعه عندي اهو ار، اقول الحد الثاني، الحد الثاني يا جماعه اقسمه 2 على 3. يا استاذ احول ضرب من دحين، حول مره واحده او اقسم وهي كده برضو عادي، مش بيحصل حاجه. لو استنى على 3 او على 3 يا جماعه اهو كام هنا؟ بقى ثلثين على 1، بقى ثلثين برضو يا جماعه صح، فيها ثلثين. تمام، ده اللي هي الار يا شباب. اجيب الحد النوني بيساوي الحد النوني، اقول له ايه ان ايه واحد اللي هو ثلث مضروبه في ثلثين لكل اس ان ناقص واحد. بس يا شباب سؤال سهل جميل جدا يا شباب، سهل وجميل. طيب شوف حاجه ثانيه برضه مختلفه شويه. الوسط الحسابي يا شباب، وسط الهندسي، معلش وسط الهندسي. الفكرة يا جماعة سهلة ولا قلتها مثال كمان؟ الفكرة دي حد النوني سهلة ولا لا؟ سهل حد النوني سهلة. تمام، يبقى نشوف حاجة ثانية. أنا بحاول أجيب بس معظم الأفكار أجمعها كلها. الشيء الصعب نقف عنده ثاني، مش مشكلة. لو قال لك مثلا إيه؟ أوجد الوسط الهندسي المطلوب كله من مميات. ماشي. قال لك هنا مثلا 810 وعمل ثلاث فصلات استفهامات أهو، ثم 10. عايز مين؟ الوسط الهندسي يا جماعه اللي بينهم، الوسط الهندسي. عند الحد الاول موجود ده الحد الكام؟ ها الخامس. الخامس يا جماعه مش ده الاول؟ واحد واثنين وبينهم ثلاثة يبقى الخامس. تمام كده؟ محتاج ايه يا شباب؟ محتاج عشان اجيب ازود كل مره اول شيء ابدا اطبق الخامس الار، محتاج الاساس شرح كده. الار الاول يا جماعه، اجيب الار اطبق على قانون على الاخر خالص. الحد الخامس اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللي هو ب 10 يعني، ب 10 بيساوي الحد الاول اللي هو 810 صح؟ في ار ضرب الار. بص كام يا جماعه؟ ده الحد الخامس. يبقى ان ناقص 1، 5 ناقص 1 ب 4. تمام؟ اقسم إيه الطرفين على كام؟ على 810. ايه يا شباب؟ صراحة معانا خلاص، يبقى الار اس 4 اللي انا احسن الار اس 4 اجيب الجذر الرابع صفر مع صفر يا شباب. واحد على كام؟ على 81. كم يا شباب جذر 81؟ جذر الرابع يا استاذ ثلاثة معروف ثلاثة. يبقى اقول الار اهي بتساوي موجب وسالب ثلاثة، لان الاس يا شباب الاس زوجي، يبقى هتعامل مره بالثلاثه موجب مره فتا ايه سالب. استاذ ثلث صح؟ مو ثلاثة. ثلث معلش ثلث صح صح يا ابو السلام. احنا اللي طبعا. ثلث يا شباب ثلث. جذر الرابع لواحد بواحد، وجذر الرابع لواحد 81 بثلاثة. يبقى واحد هذا ثلث يا شباب. يبقى كل مرة هضرب في يا شباب؟ هضرب في ثلث كل مرة. فاهم كده؟ استاذ الحين اقدر اجيب باقي الحدود كلها. نجيب كله 810 يا جماعة ايه؟ 810 اضربها في ايه؟ في ثلث. كأني بقسم على الثلاثة. 81 قسم الثلاثة فيها 27 ونحط الصفر. اضرب في ثلث برضه كأني بقسم على كام؟ على الثلاثة. 27 على الثلاثة فيها 9 ونحط الصفر. يلا يا جماعة في ثلث برضه اهو. كأني بعمل ايه؟ على الثلاثة فيها 3. 90 على الثلاثة فيها 3 ونحط الصفر 30.
المرة الأخيرة هيديك كم يا شباب؟ 10. 3 في 10 اللي هو موجودة. يبقى آخر هو آخر واحد. لو كان سالب يا شباب، لو سالب ادينا كم؟ خلي بالك أكتر مرة واحدة. مرة واحدة. 810 في سالب ثلث. سالب 270. في سالب ثلث ادينا موجب كم؟ موجب 90 صح؟ اه سالب 3. طب موجب 90 ده اسم برضه سالب 3 هيديني المره دي سالب يا شباب. سالب كام؟ 30. اعكس الاشاره بس. موجب 10. واخر واحده 10 معاك. يبقى هو الحل عندك ايه؟ اون جراوند. الاصل الحسابيه هي 270 و90 و30 او 270 سالب 270 يا جماعه، سالب 270 و90 موجب وسالب 30. بس ده الحل يا شباب. الفكرة بسيطة يا شباب. حل زيها تاني ولا شوف فكرة غيرها؟ أنا وقت نحلها براحتنا. طيب بقول لك هنا إيه اللي بعد كده يا جماعة؟ واحدة ثانية يا أستاذ. واحدة ثانية. واحدة ثانية يا أستاذ. ماشي ماشي. بقول لك هنا هنا في حاجة سهلة كده بسيطة أهي. واحدة بسيطة. بقول لك يا جماعة هنا رقم 23 أوجد وسطين هندسيين بين إيه؟ 16 وسالب 2. سؤال يا جماعة بقول لي كده، أوجد وسطين هندسيين بين يا جماعة 16 سالب 2. يبقى الحد الأول إيه يا جماعة؟ الأول 16 وعايز بينهم 2، هنا رقم وهنا رقم. آه يعني هو الحد الرابع اللي هنطبق عليه. يبقى سالب 2 ده الحد الرابع، والحد الأول مين يا فايز؟ 16. 16 اهو، ده ايه 1 وده ايه 4. ايه 4 عشان اجيب يا جماعه الحد الثاني والثالث لو وصل الحد الهندسيين اجيب الار زي كل مره. اطبق الحد النوني على ده. انا عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاي ان تساوي الاي 1 ار نص ان ناقص 1. اه سالب 2 يساوي، بقول له سالب 2 بتساوي A1 16 ل 16 R محتاج اجيب R. انا بجيب 4 ناقص 1 3. الحد الرابع N ب 4 ناقص 1 ب 3. الأس فرد يا جماعة. سؤال هنا هيجي لي موجب بس لأني هيجي رقم أو سالب بس. خلي بالك موجب بس أو سالب بس حسب الإشارة. ماشي اقسم الطرفين على كام؟ على 16. اقسم على 16 على 16. يبقى الار تكعيب هتساوي سالب كام يا جماعه؟ 1 على 8 سالب نص. الجذر اجيب الار يا جماعه بقى. الار بتساوي ايه؟ الجذر التكعيبي لسالب 8 جذر الواحد بواحد، وجذر الثمانية تكعيبي سالب ب 2 سالب. يبقى سالب نص يا جماعه. سالب نص. في قلنا في الجذر يا جماعه كنت تكعيبي او الدليل عندك فردي تطلع الاشاره زي ما هي. الموجب موجب وسالب سالب. معنى كده يا جماعه هضرب كل مره في سالب نص او 16 ضرب سالب نص يديني كام؟ سالب 8. سالب 8 ضرب سالب نص موجب 4 يدينا موجب 4 صح. اللي يا جماعه اللي هيتلخبط في الحاجات دي يعملها بالحسبه عادي. 4 ضرب سالب نص ها ادينا سالب كام يا جماعه؟ 2. دي اخر واحده. كمان مره ادينا كام؟ سالب 2 موجب 1. ايه؟ احنا عايزين نجيب كام واحد؟ لو 1 2 بس خلاص كده بس خلاص. انا كنت عايز اكمل كمان. دول بس يا جماعه 4 وكام؟ عدد الاوساط الهندسيه سالب 8 و4 وطلبهم بس. ماشي يا فايز وصلت؟ طيب يا جماعه. ايوه يا استاذ. تمام. نيجي يا جماعه لاخر فكره قلناها يا جماعه، اخر فكره عندنا اللي هي كانت ايه؟ المجموع. كل ما حاسبه يا شباب؟ كل ما حاسبه؟ ها؟ في حد جالس ما معاش حاسبه يا جماعه؟ معايا استاذ معايا. الحاسبه البيانيه يا جماعه. لو جاب لك يا جماعه مجموع قال لك اوجد المجموع السلسله الحسابيه او هندسيه تنفع دي ودي. شوف كده الحاسبه عندك الرمز اللي اسمه لوج يا جماعه. لو شايف لوج شايفينه؟ لوج يا شباب ها شايفينه؟
الحاسبة عندك انت يعني عندي يمكن مش ظهر تحت منه رمز السبمشن موجود السبمشن هذا موجود عندك شايفين يا شباب ولا لا شايفين يا شرف جبته ايوه تحت اكس اس سالب واحد لا جنب مين جنب شت اللوج كلمه لوج لا مش لوج دي بلوج ثانيه اس ثانيه لوج ثانيه فوق هي اس 10 اللي فوق خالص هتلاقي علامه السبمشن موجوده علامه السبمشن دي يا شباب هي عندي هنا مش يعني ايه اللي هي فراغين بعدين خط بينهم صح ايوه السبمشن علامه احنا بنشتغل بقى هي دي علامه دي موجوده تحت الزرار شوف هي فين اشغلها زي دي يا جماعه دي اشغلها عندك بالايه تدوس الاول شيفت ونفس الزرار هيجي لك السبمشن تظهر يا جماعه ويدخل بعد كده يقول لك ايه السبمشن كده مكتوب ايه هتدخل هنا اللي هو الان وهنا الكي بقول لك كده يا شباب ده اللي عندك اللي هي اف اوف كي او اكس اي رمز هعلمك بس ايه تعملها ونحل بيها يا جماعه اي سؤال نحاول كده نحل بيها سؤال ها انا عندي يمكن ما تظبط معايا بس معاكم تظبط انت معاكم انتوا احسن من اللي عندي يلا يلا يا شباب شايف مثلا كده مثال نمسح الصبوره بس مثلا رقم كام يا شباب 28 مثلا رقم 28 يلا يا جماعه حاول نجيب بقول لك ان ايه شوف الكي من 1 الى 7 اقول لك كده هو الاول شيفت نفس الضربه يا جماعه ظهر لي السبمشن يا شباب ظهر السبمشن اكتب اول حاجه اللي بين القوسين ده هم 4 ضرب 4 كده افتح قوس ثاني 3 او 3 سالب 3 اقفل القوس قص كام يا شباب ك ناقص 1 ازاي اكتب رمز يا جماعه في الحاسبه حد عارف ازاي اكتب الرمز الك او الاكس او ال ازاي شيفت قوس يمين لا مش شيفت خالص مش شيفت خالص عندك زرار جنب الشيفت اسمه الفا شايفينه الفا ظهر ها جنب شيفت يا جماعه جنب شيفت تدوس الفا والقوس اليمين القوس يا جماعه ده عمل لك اكس اهو عمل اكس بس طبعا عملتها كتبت جنبها فعملها في اس فوق همسح ده ثاني اهو اقول له هنا اس الاول يا جماعه اس لازم اعمل اس الاول عايز اعمل ايه كي الحاسبه ما فيهاش كي بس فيها اكس اقول له ايه الفا القوس يا جماعه اليمين كتب لي اكس يا جماعه اقول له ناقص 1 واضح لحد كده ارجع بقى بالحاسبه ثاني على كتب ايه الان والكي روح هنا كده اهو كده ده خلاص اتعملت طيب خلاص فوق يا جماعه اهو في عندي بنعلق شويه بس نعملكم اسهل من كده اهي الان ب7 اكتب له 7 انزل تحت المين للكي بتساوي 1 اكتب 1 في الاخر قول له يساوي طلع كام يا شباب 2188 اهي 2188 طبقتها يا شباب ولا لا طبق كده معايا يلا هاي سبمشن من كي بتساوي 1 الى 7 اتدرب بس تعالى اكتر من مره هتلاقيها سهله معاك قصت كي ناقص 1 استاذ 7 ناقص 1 زائد 1 هنا الكي 1 انا عايزك تستعمل الحسبه اللي سته دي يعني حل بنفسك مش مشكله كويس جدا عشان اختبار بيجيلك وقت صغير يا شباب استغل الحسبه معانا في حد جربها يا جماعه ومشت معاه حد جرب شرف جربت ولا ما عندك انا دوره الحاسبه ما انا عندي بس ما ادري طيب ماشي اعرف الطريقه بس وطبق عليها شفت يا عبد السلام طبق سعد فايز استاذ ايوه استاذ معاك معاك استاذ والله العظيم اني معاك معاك طبقت معاك حاسبه يا سعد ايه معك حاسبه لا والله ما حاسبه والله طيب ماشي هتساعدك كتير يا سعد لو جبت حاسبه ساعدك كتير طب انت شوف كده يا جماعه الحل يطلع صح ولا غلط
بجيب لك الحسبة بعدين هذا اوكي طيب هتساعدك كثير لو حبيت تشتغل من غير حسبة يا جماعه من غير حسبة تعمل ايه هنكتب الحد الاول وهات لي الحد هات لي ان الاول عندي بكام اطبق كي بتساوي 1 احط كي بتساوي 1 يبقى 4 ضرب سالب 3 بس كام يا شباب واحد ناقص واحد بصفر اي حاجه بصفر بكام يا جماعه بواحد هتساوي 4 طب عايز اجيب ان يا شباب اجيبها ازاي ان تقول له 7 طرح 1 زائد 1 هتساوي كام 7 جبت ان اهو تمام كده يا شباب هطبق بقى القانون استاذ انا جاني 6560 على 3 نفس السؤال ده بالظبط ايه نفسه استاذ الكي صفر صح الكي عندك لا بواحد واحد من واحد لسبعة عملتها بالحسب يعني ولا ايه ايوه غيرتها جاني 2188 هي صح صح حلها وبالحسبه سهله طبعا. هي سهله بالحسبه اذا عملت حسبه هتلاقيها سهله معاك جدا جدا طب واحده كمان يا جماعه كده بالحسبه برضو ما هكملش ده خلاص كده من دي خلاص احنا كده نطبق بالحسبه اهو لو كل جماعة معاها حسبه يطبق زي عبد السلام يلا شوف انا اقول لك مثلا بعد اقول لك ايه سميشن اهو من كي بتساوي 1 الى 8 سالب 3 مضروبه بسالب 2 الكل اس كام كي ناقص 1 وعلى فكره يا جماعه طبعا الحسابيه زي الهندسيه بالظبط طبق نفس الكلام هيبقى صح برضه يا جماعه من كي بتساوي 1 الى 8 سالب 3 سالب 2 اس كام ناقص 1 يلا عشان نطبقها كده مع بعض اذكركم بس بيها استاذ يعني 255 عايزين نطبق قدام الناس كلها يلا اقول له نول اول حاجه ايه يا جماعه شفت القوس اللي هو لوج ده اهو جال السمشن اكتب بقى عندي بقى كام سالب 3 تمام ضرب خليها ضرب يا جماعه كام بعد كده افتح قوس سالب 2 سالب 2 اقفل القوس اس الاس فوق اهو كام كي ناقص 1 اكتب كده ازاي يا شباب ادوس الفا اسمه الفا اهو ثم القوس اليمين كتب لي اكس ناقص 1 هروح اكتب بقى الايه الكي والان يا جماعه الكي والان هتاكد بس من الاقواس صح كلها خلاص على فكره لو كتبت قوس وما قفلته هيطلع معاك غلط لازم اقفل الاقواس ثانيه يا جماعه اعمل اقواس واقفلها يلا الكي الى 8 لان ب 8 وانزل تحت 1 قول له يساوي يا شباب طلع كم معاك يا عبد السلام؟ 255 زي 255 جميل كم عندك يا شرف؟ 255 جميل جدا ده المطلوب يا جماعه ده المطلوب كده خلاص كده الحكي ده بالنسبه لكم 100 كده احسن كتير ما اجيب لك المقايل المتابعه الحسابيه ولا لك اجيب مجموعه وكلام من ده انت بتطبق بالحسبه سريع سريع وخلاص طب نشوف كده افكار ثانيه يا جماعه ولا مش وقت الحصه؟ كده للاسف يعني ما عندناش وقت في الحصه ثاني عشان بس الحصه اللي بعدها حد عنده سؤال يا شباب؟ احد عنده سؤال؟ اختبار ان شاء الله يكون سهل وهيجي من الواجبات اللي خدتها يا جماعه مش هيجي لك سؤال من بره الواجبات خلاص؟ حاجه سهله بس نهتم برضه نذاكر